السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مراسل وكالة شهبة بس الأخبارية نادر خيام في لقاء حصري مع المجاهد عبد الجبار العقيدي رئيس المجلس العسكري في مدينة حلب وريفها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم بعد الاطلاع على هذه الجبهة، جبهة الخالدية والأشرفية، ما رأيكم بهذه الجبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة على الشهداء الأبرار. طبعا الحقيقة جبهات قوية جدا وجبهة واسعة جدا، جزا الله خيرا الأخوة القائمين على هذه الجبهة والمرابطين عليها. حقيقة جبهة قوية جدا يعني، وتماس مباشر وقرب من المخابرات الجوية ومن ظهر عواد ومن دوار اليرامون شيعان، فهذا يتطلب حقيقة رباط قوي جدا وشجاعة ومسالة قوية جدا. ما رأيكم بموضوع المعيشة في الأحياء التي يتواجد بها لواء شهداء بدر؟ الحقيقة أنا هي أول زيارة إلي للمناطق اللي موجود فيها لواء شهداء بدر. تفاجأت بتنظيم رائع جدا وعمل من خدمات وطرقات وحتى زراعة الأشجار على أطراف الطرقات وتخديم الناس، ويعني الأمور التنظيمية ومساعدة الناس الموجودين في المنطقة، فشيء الحقيقة جيد جدا يعني. هناك أناس كثيرين ينتقدون الجبهة المرابطة فيها لواء شهداء بدر، ماذا تقولون لهم؟ موضوع النقد شيء كثير، هذه من سمات هذه الثورة النقد والتخوين والكلام، ولكن من عنده شيء فليتفضل ويصلح إذا كان هناك شيء، خيرا من أن تلعن الظلام ألف مرة فأوقد شمعة. اللي عنده شيء يتفضل، لأن إحنا قابلين جميعا للإصلاح، قابلين لنتلقى النقد ونصلح أنفسنا. والأخوة في لواء شهداء بدر حقيقة لاحظت هذا الكلام يعني، ولاحظت هذا الإيجابية أنه إحنا جاهزين، إذا في أي أخطاء ما بيخلى الأمر، إحنا جيش حر وفي ثورة، فيمكن يكون في أخطاء في كل مكان، ولكن بدل أن دائما نلعن الأخطاء ونلعن الظلام ونتكلم عن السلبيات فلنصلح، ومن عنده شيء فليتفضل، أفضل من اللي جالسين في الخارج على شبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك وينتقدون ويوجهون النقد، يوجهون النقد للفصائل الجيش الحر على الأرض. يتفضلوا ويكونوا معنا، وإذا كان هناك أخطاء فليصلحوها معنا. قد رأينا ترحيب بالنسبة للواء شهداء بدر بالنسبة للإصلاحات أو أي شيء. نعم، لقينا شيء إيجابي حقيقة، وهن جاهزين يعني. أنا يعني ما تفاجأت، كان عندي تصور مسبق عن اللواء، ولكن شاهدت من قيادات اللواء أن هن جماعة إيجابيين وجاهزين، إذا في أخطاء هن يتلقى. ما هي مساعي المجلس العسكري في توحيد الصف بالنسبة للكتائب المقاتلة؟ والله نسعى جاهدين لتوحيد كل الكتائب الألوية ضمن فرق وضمن ألوية كبيرة، بحيث أن يكون العمل المنظم، ودليل ذلك الآن دخول أخواننا في لواء شهداء بدر ضمن المجلس العسكري وانضمامه للمجلس العسكري الثوري في محافظة حلب. هذه من الأشياء الإيجابية التي نعمل بها إن شاء الله. كلمة أخيرة، كونك موجود في منطقة تعتبر من المناطق التآخي في مدينة حلب وهي الأشرفية، تآخي بين العرب والأكراد، كلمة أخيرة للشعب العربي والكردي في هذه المنطقة. أقول للجميع، نحن أخوة، لا يوجد في سوريا هذه النعرة، نحن سوريون جميعا، يجب أن ننسى موضوع الكرد والعرب، أخوة نعيش في بلد واحد، نشرب ماء واحد، نأكل طعام واحد، وعلى مر التاريخ لم يكن أبدا هناك أي صراع عربي كردي، فيجب أن نتجنب الأجندات الخارجية والتحريض الخارجي والناس المندسين ضمن الجيش الحر وضمن الأكراد لخلق هذه الفتنة بين الجيش الحر والبي دي أو البي كي كي. كأكراد وعرب لا يوجد أي مشكلة على الأطلاق، نحن أخوة من مئات السنين ومتعايشين في بلد واحد، فأرجو من الجميع توخي الحذر وتجنب الفتنة. نحن لدينا جميعا عدو واحد، هو هذا النظام المجرم الذي يقتل أهلنا ويدمر بلدنا. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة المجاهد عبد الجبار العقيدي. شكرا لكم. كان معكم مراسل وكالة شهر بس الأخبارية نادر خيام من مدينة حلب.